اما نيجي لعملية الامبلانتيشن، الامبلانتيشن اللي هي عملية الانزراع، يعني لما تيجي تزرع او تثبت البلاستوسيست جوه الاندوميتريا بتاع اليوترس. احنا عارفين ان لما بتسقط البلاستوسيست اللي هي ديت في الكافيتي بتاع اليوترس وبتبتدي تقابل الاندوميتريوم، فبتدي عملية التثبيت او زرع البلاستوسيست جوه الاندوميتريوم اوف ذا يوترس، دي اللي احنا بنسميها الامبلانتيشن، دي اللي احنا بنديلها الاسم اللي بيسموها امبلانتيشن. الامبلانتيشن دي بتاخد ستيبس ازاي، امتى البلاستوسيست بتنزل في الكافيتي اوف ذا يوترس؟ in the fifth day after fertilization. احنا عرفنا الفيرتلايزيشن بيتم في اللاترال بارت بتاع الفالوبيان تيوب، وتبتدي الزايجوت يبتدي يتحرك لحد ما يقع في اليوتراين كافيتي، ولما يقع في اليوتراين كافيتي بيبقى بلاستوسيست في اليوم الخامس، بيبقى عبارة عن خمس خلايا اسمهم انر سيل ماس، ومجموعة من الخلايا اللي هم 59 خلايا اسمهم ايه، تروفوبلاست. ادي الجزء اللي فيه الانر سيل ماس ده بيسموه امبريونيك بول، الحته دي اسمها الامبريونيك بول، دي اللي بتلامس الاندوميتريوم اوف ذا يوترس. ادي الامبريونيك بول، ودي الاندوميتريوم بتاع الايه، اليوترس اللي هو ده. فالامبريونيك بول التروفوبلاست ده بيبتدي يقابل او يلامس الاندوميتريوم بتاع اليوترس، تبتدي هنا في هذه الحاله الايه، الامبلانتيشن. طبعا الامبلانتيشن او البروسيس اوف امبلانتيشن ما تبتديش الا لما يكون اتشال، زي ما هو هنا في الرسمه دي اتشال من هنا زونا بلوسيدا. يعني هنا كان، لو انت فاكر، كان في الموريولا ستيج كان في زونا بلوسيدا، دلوقتي اتشالت الزونا بلوسيدا وبقى التروفوبلاست هو المواجه للاندوميتريوم، فالتروفوبلاست يبتدي يواجه الاندوميتريوم ويحاول هنا بقى البلاستوسيست تزرع نفسها جوه الاندوميتريوم اوف ذا يوترس. يبقى ان ذا فيفث داي افتر فيرتلايزيشن ذا زونا بيلوسيدا ديس ابير اند ذا تروفوبلاست بيكمز ان كونتاكت تو ذا اندوميتريوم اوف ذا يوترس، يقابل هنا الاندوميتريوم اوف ذا يوترس. اول التروفوبلاست ده ما يقابل الاندوميتريوم بتاع اليوترس، اللي هو التروفوبلاست ده يقابل الاندوميتريوم اوف ذا يوترس، التروفوبلاست ده يحصل له ديفرنشيشن، يبقى طبقتين، طبقه اسمها سينسيتيو تروفوبلاست وطبقه تانية اسمها سايتو تروفوبلاست. يعني هنا ده يبقى بدل ما هو طبقه واحده كده يبقى طبقتين، سينسيتيو تروفوبلاست كل حته تلامس الاندوميتريوم بتاع اليوترس تبقى تعمل سينسيتيو تروفوبلاست، ويبقى جوه هنا ايه، سايتو تروفوبلاست. سينسيتيو تروفوبلاست يعمل بروجريسيفلي ايرودز ذا اندوميتريوم اوف ذا يوترس، يعني السنسيتيو تروفوبلاست اللي هو ده السايتو اللي هو ده، وهنا ده السنسيتيو، السنسيتيو يبتدي ياكل ايرودز دي، يعني ياكل او يهضم او يهاجم الوول بتاع اليوترس. السنسيتيو تروفوبلاست يهاجم الوول اوف ذا يوترس، وتلاقي البلاستوسيست راحت داخله في الاندوميتريوم بتاع اليوترس. برضه السنسيتيو تروفوبلاست الجديد اللي هنا هيهاجم الوول بتاع اليوترس، الاندوميتريوم بتاع اليوترس، وتبتدي البلاستوسيست تخش كمان لحد ما في النهايه البلاستوسيست كلها تخش جوه الاندوميتريوم اوف ذا يوترس. يبقى ذا سنسيتيو تروفوبلاست بروجريسيفلي ايرود ذا اندوميتريوم اند از فاينالي امبيدد انسايد ات، يعني البلاستوسيست دي او البلاستوسيست فاينالي امبيدد، تبقى بالكامل دخلت جوه الاندوميتريوم بتاع اليوترس about the 10th or 11th day after fertilization، في اليوم العاشر او 11 after ايه، fertilization. يبقى الامبلانتيشن يبتدي في اليوم الخامس او السادس، لكن بيكتمل الامبلانتيشن للبلاستوسيست في اليوم العاشر او الايه، ال11. وهنشوف دلوقتي هنا واضح السنسيتو تروفوبلاست وهو بيهاجم، حوري لك دلوقتي. بص، ادي السنسيتو تروفوبلاست ابتدى يهاجم ويخش اعمق في الاندوميتريوم بتاع اليوترس، دخل في الاندوميتريوم بتاع اليوترس اهو، وهنا برضو هنا برضو السنسيتيو تروفوبلاست اهو يبتدي برضو يهاجم اقوى اكتر، انت بتشوفه بيطول اهو، يهاجم اكتر لحد هنا بقى في اليوم العاشر او ال11 بيكون اكتمل دخول البلاستوسيست طبعا ايه، جوه الاندوميتريوم بتاع الايه، اليوترس. ده الكومبليت امبلانتيشن في اليوم الايه، ال11. هنا بقى
في حاجتين عايز انبه عليهم. اول حاجه مكان الامبلانتيشن، مكانه يعني في اي حته في اليوترس. هنا ده اليوترس قاطعينه بالطول، يعني ده ادي الرحم اهو، ده الفندس بتاع اليوترس، ده البودي بتاع اليوترس، ده السيرفكس اوف ذا يوترس مقطوع بالطول. الامبلانتيشن بيتم هنا، النورمال امبلانتيشن في الانزراع بتاع الامبريو هنا في الجزء ده، فين؟ في الابر بارت اوف ذا بوستيرور وول اوف ذا يوترس نير ذا فاندس، يعني في اعلى حته في البوستيرور وول اوف ذا يوترس نير ذا ايه فاندس. هنا في الحته دي بيحصل الايه النورمال امبلانتيشن. الحاجه الثانيه الامبلانتيشن لما يحصل كده، الاندوميتريوم بتاع اليوترس اللي هو الغشاء المبطن ده اهو، اللي هو ده اهو، ده بنديله اسم بيسموه ديسيديوا، يعني كلمه ديسيديوا، كلمه ديسيديوا اللي هو الاندوميتريوم ده في اول الامبلانتيشن بنسميه اندوميتريوم، اللي هو الميوكوزا بتاع اليوترس بنسميها اندوميتريوم، الطبقه المبطنه لليوترس بيسموها ايه اندوميتريوم. لكن تو ما دخلت فيها البلاستوسيست دخلت بالكامل، يبقى هنا في هذه الحاله بنسميها ايه ديسيديوا. يبقى الديسيديوا ات از اندوميتريوم اوف ذا يوترس افتر ايه امبلانتيشن. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول فيها، بيبتدي الامبلانتيشن ببلاستوسيست، يعني دي بلاستوسيست، كان هنا ده بلاستوسيست، لكن انا البلانتيشن بياخد من اليوم الخامس لحد اليوم ال 11. البلاستوسيست دي بتبقى اتغير، بتتغير تركيبتها زي ما اتفقنا قبل كده، بقى ده الانر سيل ماس بيعمل اكتوديرم وبيعمل اندوديرم، وبعدين الاكتوديرم بيبقى فوقيه امنيون وتحتيه ايه يوكسك. لما بيكمل اندوميتريا، لما بيكمل الانبلانتيشن بنبقى وصلنا لليوم ال 11 او ال 12. يوم ال 11 او ال 12 بتكون البلاستوسيست دي اتغير شكلها، بدل ما بقى اسمها بلاستوسيست بقى كوريونيك ايه فيسكل، بقت كوريونيك فيسكل اللي هي المرحله اللي بعد الايه البلاستوسيست. يعني البلاستوسيست بيبتدي في اليوم الخامس بالامبلانتيشن هنا، بعد الامبلانتيشن ما يكمل وتخش البلاستوسيست جوه بيكون اتغير شكلها وبقى اسمها ايه كوريونيك فيسكل. نرجع تاني لعمليه الامبلانتيشن. الامبلانتيشن عايزين نشوفها دلوقتي بتتم ازاي، فبنبص كده ادي هنا ده البلاستوسيست هنا اهو زي ما انت شايف. هنشوف دلوقتي بصوره فيديو ازاي بتبتدي التروفوبلاست يبقى سنسيتو تروفوبلاست سايتو تروفوبلاست، ويبتدي السنسيتو تروفوبلاست يهاجم الاندوميتريوم دوت وينغمس بطريقته البلاستوسيست ده جوه الاندوميتريوم. فهنشوفها دلوقتي في الايه في الـ في الـ في الفيلم ده. ادي شوف بص ادي التروف سنسيتو تروفوبلاست اهو، ابتدت الايه المهاجمه، ادي السايتو تروفوبلاست، ادي سنسيتو تروفوبلاست، وده الاندوميتريوم. شوف راحت داخله مره واحده، ابتدت تخش جوه الايه الاندوميتريوم بتاع اليوترس. ده الاندوميتريوم بتاع اليوترس، ده السنسيتو تروفوبلاست، ده السايتو تروفوبلاست، وهنا دي البلاستوسيست دي اللي هي ابتدت ايه تخش. بس ابتدى هنا يتكون طبعا اللي هو الامنيوتيك كافيتي واليوكسك كافيتي والكلام ده كله. نرجع تاني هنا اهو، هنا بقى هنبتدي نشوف بعد الكومبليت امبلانتيشن. هتبص تلاقي كل البلاستوسيست دي دخلت، وفي هذه الحاله هيبقى شكلها هنا الشكل ده، ما بقاش اسمه بلاستوسيست بقى كوريونيك ايه فيسكل. فلو شفنا كده ايوه شوف اهو ابتدينا بيها اهي، هتبص تلاقيها دخلت بقت هنا زي ما هنشوف، هتخش ايوه بص ايوه اهي اهي ايوه دخلت خالص اهي وكبرت وبقت في هذه الحاله الكوريونيك ايه فيسكل. طبعا نرجع تاني لرسمتنا الأصلانية، ده اللي هو الجزء الاندوميتريوم بتاع اليوترس ده كله اسمه ديسيديوا، اللي هو الميوكس ممبرين أو الممبرين اللي مبطن اليوترس من الداخل بقى اسمه ديسيديوا. الديسيديوا آدي هنا البلاستوسيست أو الكوريونيك فيسكل دخلت أهي، وإحنا في اليوم ال 11 دخلت جوه الوول بتاع جوه الاندوميتريوم. وفي هذه الحالة الاندوميتريوم بتاع اليوترس سميناه ديسيديوا. الديسيديوا هنفتكر بعد كده بقى ثلاث اجزاء، جزء اسمه ديسيديوا كابسولاريز، وده جزء اسمه ديسيديوا بيزاليس، وجزء ثالث اسمه ديسيديوا بارايتاليس. يبقى دي